حلاوة الصباح. أشهد الله صباحكم بكل خير. حلاوة الصباح إنك أنت استغل يومك في الصباح. إزاي؟ هقول لك إزاي. وأنا أكيد سرحت يمكن كتير عن الكلام ده. إنك أنت هتفطر فطار كويس وحلو، وتشرب قهوة، وتيجي هنا تعمل لك قعدة ولا تعمل لك رياضة. زي ما أنا بعمل رياضة. حلاوة اليوم إنك أنت تستمتع بيومك وتستغل يومك، مش إنك تقعد في البيت وتيجي تقول لي أنا عندي كآبة، أنا عندي بطيخ، أنا عندي مش عارف إيه. أنا كان عندي إحباط وكسل وخمول، بس أحارب الملل والإحباط عشان الواحد يغير النفسية، وهو ده العلاج، هو ده العلاج، وهي دي الصحة النفسية إنك أنت تغيرها. وتمشي زي ما انا بمشي كده، تشربوا قهوه، لان ما احلاش اليوم الا القهوه. وطبعا انا عملت تحدي المره السادسه يوم الخميس قبل امبارح، من كام يوم عملت تحدي المره الخامسه، وانا حاليا وصلت الكوبري السلي. لا ركبت سياره ولا ركبت اي حاجه، يعني انا وصلت طلعت من الكندبريم على رجلي لحد الكوبري السلي، وبعد كده همشي من كوبري السلي كورنيش وروح اسكندر ابراهيم على رجلي. يعني التحديين مش تحدي مره واحده. طبعا ده التحدي المره السادسه، بعد كوبري السلي اللي هو الكورنيش، ومعانا البحر في اسكندريه. بعد اول في نهايه الفيديو، اذا عجبكم الفيديو اشتركوا واعملوا لايكات وتعليقات حلوه مع تفعيل الجرس. وانا كل ما انزل فيديو للأسف الشديد مليش تفاعل، التفاعل قليل والاشتراك عالي لكن مفيش تفاعل. الاشتراك وصل لل 700 وشوية لكن التفاعل قليل. ما ينفعش الكلام ده. الواحد يقعد يتعب يصور فيديوهات، حتى لو عمل 100 فيديو في اليوم مش هينفع. لازم التفاعل. أدينا أنا بشجعكم ولازم إحنا نشجع بعض.